ولأن نتعرف مشاهدين على الأحوال الجوية. مرة أخرى ميرنا، شكرا لكم سحر وإيمان، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 17، الأسكندرية 23-16، مطروح 22-18، بورسعيد 24-18، والإسماعيلية 29-19. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 17، العريش 25-16، طابة 30-19، شرم الشيخ 23-22، والغردقة 33-22. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 34 درجة والصغرى 22، أسوان 35-23، الوادي الجديد 32-20، شلاتين 34-21، وأخيرا حلايب العظمى 30 درجة والصغرى 21. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.